السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. إجا الصيف وإجت معه المشاكل، ريح التعرق، تسلخات في الأقدام، فطريات، مشاكل جلدية مثل الأكزيما حب الشباب، ومشاكل تانية كتيرة بتواجهنا مثل مهاجمة البعوض. يا ترى إلها حل؟ في حلول كتيرة، بس في عندي حل بسيط موجود في كل بيت من بيوتنا. الحل راح يكون من خلال نبتة العطرة. ايه نبتة العطرة؟ هالعطرة اللي احنا بنحطها للزينة في البيت او لحتى نستفيد من ريحتها. هاي النبتة الها فوائد طبية كبيرة جدا. طبعا نبتة العطرة مثل ما قلنا احنا بنسميها، احنا عندنا في الشام نبتة العطرة، بعض البلدان سموها العطرشان، بعض البلدان سموها اللخلقي. المهم هاي النبتة هاي كلنا بنعرف انه كانوا امهاتنا وجداتنا الله يرحمهم كانوا يحطوا بعض اوراق منها في المربيات، مثل مربى اليقطيني، مربى المشمش، حتى تعطي ريحه زكيه للاكل. يا ترى بس هاي هي كانت الفائده؟ لا، كان الفائده كثير كثير غيرها. هي الفائده القضاء على الفطريات. الزيت الموجود في العطره يستطيع ان يقضي على الفطريات بشكل شبه كامل. لهالغايه راح استفيد انا من نبات العطرة لعلاج مشاكل الصيف. طبعا ممكن أنا إذا ما عندي عطرة ممكن أنا أروح على العطارين وأخذ زيت من عند العطار، زيت العطرة، وأستخدمه لعلاج المشاكل اللي راح أطرحها. أو إذا أنا عندي العطرة موجودة في البيت راح أستخدم الأوراق على الشكل التالي. لعلاج هالمشاكل راح أخذ أنا بضع أوراق العطرة، بحطها بمي وبغليها، وبعدين بتركها تبرد شوي. في إمكاني أستخدمها ضمن بخاخ لعلاج مشكلة رائحة التعرق. يعني أنا أحسن ما أستخدم بخاخ العرق الموجود في الأسواق، راح أستخدم أنا بخاخ الماء مع أوراق العطرة. هاي راح تعطيني بالإضافة للريحة الزكية راح تقضي على الفطريات الموجودة تحت الأبط، كمان راح تقضي على الفطريات المتكونه ما بين الاصابع. اذا انا بس اجي من مشوار طويل اما بستخدم البخاخ او بحط بعض اوراق من نبته العطره في مي بغليها وبعدين بسوي مغطس لرجلي. هاي كلها بتساعدني في القضاء على اولا على الريحه، وثاني شيء بتساعدني في القضاء على الفطريات. طبعا للعطره لها فوائد كثيره مهمه، ممكن استخدمها انا لعلاج كثير من الالتهابات، منها التهاب الجيوب او التهاب الاسنان. بنفس الطريقه انا هالماء المغلي طبعا راح استخدمه انا بشكل بارد بعد ما بغليه وبحط فيه اوراق العطره، بستخدمه للاستنشاق. اذا انا عندي مشاكل في الجيوب بستخدم استنشاق مية العطره لعلاج الجيوب الانفيه او لعلاج التهاب اللثه وعلاج التهاب الاسنان. هاي كثير كثير مهمه، ممكن نجربها ونشوف فوائدها. في فائدة مهمة كتير أيضا لعلاج المشاكل الجلدية، ممكن أنا أستخدم إما غسول الماء والأوراق أو أقوم بهرس بعض أوراق العطرة بشكل جيد، وبعدين بضيف له مثلا ملعقة لبن زبادي، لبن عادي يعني، وبخلطهم بشكل جيد، وبعدين بعمل لهم مسك للجلد من 10 دقائق ل 15 دقيقة. هالأمر بيساعد على القضاء على حب الشباب والأكزيما الموجودة على الجلد. ممكن أيضا ساعدني في القضاء على التجاعيد الموجودة على الوجه. هاي إحدى استخدامات وفوائد العطرة. ممكن استخدام العطرة أيضا لعلاج، مثل ما قلنا، علاج الالتهابات. ممكن أن أستفيد منها لعلاج التهاب المفاصل وكمان التهاب الأعصاب. طبعا التهاب المفاصل والاعصاب ممكن هو الاساس استخدم له الزيت، اجيب زيت العطره او استخدم المي المغليه بشكل كثير، يعني احط كميه كبيره من المي من الاوراق في المي واغليها، وبعدين استخدمها لمسح المفاصل، بدلك فيها المفاصل، بدلك فيها العضلات. هاي كمان بتؤدي الى شعور بالاسترخاء وراحه في المفصل وفي العضلات. يمكن ان نستخدم العطرة، ماء العطرة أو المحلول، لعمل مغاطس للمصابين بالبواسير، لأنه أيضا هو فيه فوائد مطهرة.
فراح يطهر البكتيريا والجراثيم موجودة، فكمان يساعد في الشفاء إن شاء الله من موضوع البواسير. أيضا يساعد في موضوع الإنسان اللي عنده رعاف متكرر، لو استنشق كمان هذا الماء فيساعده إن شاء الله في القضاء على الرعاف أو التخفيف منه إلى حد كبير. من فوائد العطرة أنه هو يقضي على السموم الموجودة في الجسم، يعني إذا في عندنا سموم موجودة في الجسم بيساعد على طردها. كيف يحسن يساعد العطرة على طردها؟ العطرة فيها مواد مدرة للبول، فأنا لما بشرب مثلا ماء أو مثلا زهورات وفيها عطرة أو الشاي وبحط فيها عطرة، هاي ممكن تؤدي إلى زيادة الإدرار، إدرار البول، وبالتالي لما بصير في عندي زيادة في إدرار البول هاي كلياتها بتؤدي إلى طرد السموم من معادن من سكر من غيرها، إذا موجودة في الجسم بتساعد على طردها والتخفيف منها. مثل ما قلنا أنه العطر مادة دورية، كيف موصول فيها مادة دورية؟ العطر الموجود فيها أو الزيوت الموجودة في العطرة لما بناخذها إحنا مع مثلا مع الشاي أو مع الزهورات الثانية بترجع مرة ثانية بتترشح من الجلد عبر العرق، فبتعطي كمان للجسم رائحة عطرية. مثل ما بنعرف إحنا إذا واحد أكل بعض المأكولات مثل التوم أو غيرها بلاحظ أن الجسم صار يطلع منه ريحة عرق كريهة. كمان عندي أنا العطرة في إلها ميزة، أنا لو شربتها شربت الشاي مثلا أو غيرها وحطيت معها عطرة راح ألاحظ أنه العرق اللي بيطلع فيه رائحة عطرة. هاي ممكن كلنا نجربها ونشوف الفوائد الموجودة فيها. طبعا فوائد الطبية للعطرة فوائد كثيرة جدا. في عندنا مشكلة أساسية هي مشكلة معالجة الاكتئاب والأرق، طبعا هاي مو خاصة بس في العطرة، خاصة بجميع النباتات الأخرى ذوات الرائحة الذكية مثل الريحان مثل الورد الجوري مثل العطرة، هاي كلها بتساعد على علاج الاكتئاب والأرق. طبعا ممكن استخدام الزيت من خلال مثلا دهن حول الأنف بحيث أن الإنسان دائما يشعر برائحة ذكية، أو مثل ما قلنا استخدامه ضمن المشروبات كمان بيساعد على علاج مشكلة الأرق وقلة النوم، لأنه بيهدي الأعصاب وبحل كثير من المشاكل الموجودة والمتعلقة في موضوع الاكتئاب والأرق. ممكن استخدامه للنساء قبل الولادة لأنه كمان بيساعدها على طرد القلق الموجود عندها. طبعا كل هالأمور إحنا استخدامها تكون ضمن الاستخدام الطبيعي، يعني سواء كان العطرة للعلاج أو للاستخدام يجب أن تستخدم بشكل يعني معتدل، أما الزيادة فيها ستأتي بنتائج عكسية، فالأمر هذا بده حذر خاصة بالنسبة للحوامل وبالنسبة للمرضعات، ولكن يجب استخدامه بشكل تقريبا يكون شكل معتدل، فإن شاء الله ما له أي أضرار أو آثار جانبية. هاي بالنسبة للعلاج الطبي. طيب أنا هالنبتة هاي كيف ممكن أنا أكاثرها؟ كيف ممكن أكثرها؟ هالنبتة هاي لاحظوا هالنبتة ممكن يكون عمرها حوالي تقريبا الشهر. هالنبتة أخذت أنا من نبتات ثانية، في نبتات غيرها مثل هالنبتة أو نبتة غيرها، بجي أنا بطلع على غصن يكون غصن جيد بقصه وبحطه بالمي تقريبا 10 أيام 15 يوم، بلاحظ بعد 10 أيام 15 يوم بدت تظهر جذور خفيفة منه. مثل ما لقيت الجذور بدت تظهر من أسفل الساق، بقوم بجيب تراب وبغرسها بالتراب وبعدين بقوم بسقايتها. هالأمر هذا كثير كثير بيساعد على انتشارها. طبعا هي مثل ما قلنا هي نبتة دائمة بتعيش بالصيف بتعيش في الشتاء، مهم أن إذا عندي في أثناء الشتاء القوي ممكن أدخلها داخل المنزل بحيث أنه ما تتضرر من الصقيع، وعندما بحس أنه الجو دفي برجع بطلعها برا. نبتة كثير حلوة، أمراضها قليلة، مشاكلها تقريبا تعتبر نادرة، وأهم فائدة منها أن بتعالج لي هالمشاكل اللي طرقنا لها من موضوع مشاكل التعرق، المشاكل مثل ما قلنا مشاكل البكتيريا الموجودة في الجسم، وهي هي عندي أهم مشكلة أهم من غيرها. في مشكلة نسيت أذكر عنها، هي مشكلة أن مشكلة البعوض، أنه بنعرف أنه لو دهننا جسمنا إحنا في مي أو في زيت تبع العطرة هالأمر بيساعد على طرد البعوض
عن الجسم وتخفيف من لدغات البعوض. إن شاء الله أكون قدمت لكم فائدة في هالدقائق القليلة، أتمنى الفائدة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا من الاشتراك والإعجاب ودعم القناة حتى تعم الفائدة لأكبر شريحة ممكنة، والسلام عليكم.